مات الفقيه العالم الرباني، مات الإمام محمد العمراني، مفتي الديار سهولها وجبالها بأدلة وبحجة وبيان، مات الذي نشر العلوم بحكمة وتواضع وبهمة وتفاني، مات المعلم والمربي والذي أفتى وأصلح في مدى الأزمان، مات الذي رسم الطريق وخطه ومضى عليه الكل في إذعان، مات الذي حفظ الحقوق بقوله وكذا الفروج بكفه وبنان، كم أصلحت فتواه من متهدم ومضت على الحكام والأعيان. رحم الإله فقيهنا وحبيبنا، رحم الإله فقيهنا وحبيبنا، وحباه ربي رفقة العدنان.